ورجعنا لكم مستمعنا دائما في برنامج اللامولاتي ومعنا اسماء زراول اخصائيه الحميه والتغذيه. اهلا بك اسماء. اهلا سناء، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين. الله يبارك فيك. اكيد انا اليوم تساؤلات مفتوحه لكل مستمعاتي اللي بغيتوا تواصلوا مع اسماء زراول اخصائيه الحميه والتغذيه. يمكن لكم تواصلوا معنا كذلك حتى عبر الاس ام اس للرقم 5080. غادي تسوفوا في الاس ام اس لا ال ا ال او خليوا فراغ وكتبوا التساؤل ديالكم فيما كيتعلق بالتغذيه وبعثوا كل شيء للرقم 5080. ولكن قبل ما نستقبلوا المكالمات الهاتفيه والاس ام اس للرقم 5080 نبغوا نعرفوا اسماء اخصائيه الحميه والتغذيه، فشنو هي الاحتياجات ديال الجسم ديالنا، الاحتياجات الغذائيه للجسم ديالنا اللي كيحتاجها يعني خلال هذا الفصل؟ احنا عارفين دابا الجو سخون، يعني الحراره بدات كتطلع شويه، وما بين هذا الفصل الربيع وما بين بدايه الصيف. نعم، فالاحتياجات ديال الجسم في هذا الفصل هذا كتوافق تماما المواد الغذائيه اللي كتكون موجوده في هذا الفصل الموسميه اللي متوفر. نعم، اللي متوفره، فهذه احسن فرصه باش الناس تاكل، يعني تبدا تستهلك القوق، تبدا تستهلك جلبانه خضراء، تبدا تستهلك ايضا الفول يعني الخضر، فهاد وجلبانه ايضا، فهاد المسائل هادي كتتلبي الحاجيات ديال الجسم في هاد الفترة. فكما كنلاحظوا تدريجيا مع الاقتراب ديال الصيف كيبداو الاغذيه حتى هي تدريجيا كيوجدوا الاغذيه اللي هي غنيه بالماء وغنيه بلا فيتامين سي. كذلك كنلقاو ان الجسم في هذه الفتره هذا كيكون شويه المناعه ديالو كتهبط بالنظر الى يعني التقلب ديال الجو. فكنحتاجوا دائما في هذا الفصل هذا الاغذيه اللي هي غنيه بالفيتامينات، وهنايا ما يمكن ليناش نحصلوا على الاغذيه اللي غنيه بالفيتامينات الا اذا كنا كنتناولوا واحد الكميه كافيه من المواد اللي هي خضراء، يعني طازجه اللي هي ديك خوديتي. فاهم حاجه هو ان الانسان يحاول يطلع من الكميه ديال الخضار اللي كياكلها في اليوم، يعني يعلق اقل الى القى، يعمل مقارنه بين الكميه ديال الخضار اللي هي مطبوخه واللي هي طازجه، على الاقل تكون واحد 50% مطبوخه و 50% طازجه من المجموع ديال اليوم ديالو. علاش؟ باش كنقدروا نوفروا الفيتامينات اللي محتاجها الجسم. فعمليه الطبخ كتقضي على هاد الفيتامينات، ماشي عليها كلها ولكن على اغلبها. لهذا احسن طريقه باش نحصلوا على الفيتامينات اللي كتقوي المناعه ديالنا هي اننا ناخذوا الاغذيه اللي هي طازجه. فالاغذيه الطازجه هي الطريق يعني الامن والوحيد اللي يمكن لنا نلبيو به الحاجيات ديالنا من الاغذيه من الفيتامينات. الناس اللي ما كتلقاش راسها انها خلال اليوم ملي كدير واحد الجرد كتلقى كتاكل غير الحاجه اللي طيبه، هاد الناس هادو اكيد غيكون عندهم نقص في الفيتامينات. فهاد الناس هادو كنصحهم انهم الا ما غصاتوش انهم يطلعوا نسبه ديال الاغذيه اللي هي طازجه، يحاولوا انهم ياخذوا بعض المكملات الغذائيه اللي هي طبيعيه باش يتجنبوا هاد النقص. اذا سمحتي اسماء، يعني ذكرتي واحد النقطه مهمه اللي ربما كنغفلوا عليها، على اساس انه يعني في الفصل ديال البرد ديال الشتاء والخريف يعني كنركزوا اكثر على المقبلات، يعني على الخضره. نعم. بانواع مختلفه ديال المقبلات وكيكونوا دافيين، يعني سلطات اللي هما دافيين. نعم. وكاين اللي يعني كيكون مولف مثلا هاد المقبلات بهذا الشكل اللي كيكونوا دافيين وكيبقاو مرافقين يعني طيله السنه، واخا كيجي مثلا فصل ديال الربيع ولا فصل الصيف. واش خاصنا يعني واش واخا يعني اكيد لانه عندها الفيتامينات الضروريه، ولكن واش خاصنا نفصلوا ما بين مثلا المقبلات اللي كتكون دافيه من الخضر اللي كناخذوها، وفي المقبلات يعني على شكل سلطات اللي هما باردين بالخضر في الوقيته ديال هذا الجو؟ نعم، بالنسبه للمقبلات اللي هما دافيين فاحنا ما كرهناش ان المقبلات اللي كتكون خضراء وطازجه تكون على طول الهام، ولكن بحكم العادات ديالنا كنلقاو ان الناس ما كتقبلش لي سالاد في الوقت ديال البرد، ولكن مع البدايه ديال الربيع والوصول للصيف كتولي تقبل بشكل اسرع هاد السلطات هادي. اذا سواء يعني على حسب كل انسان، اذا كان بامكانه انه يغلب السلطات الخضراء خلال يعني السنه كيكونوا باردين. نعم، كيكونوا باردين كيكون افضل واحسن، لان في جميع الاحوال غادي ناكلوا واحد الطبق رئيسي اللي غيكون فيه اغذيه اللي هي طيبه. ما استطاعش الانسان يقدر يبدا ياخذ مقبلات، بحال حنايا عندنا يعني في الطبخ المغربي مجموعه كبيره من المقبلات،
كنلقاو الدنجال اللي هو تيكون زعلوك ديال الدنجال، تلقاو تكتوكا، كنلقاو ايضا البقوله، كنلقاو الرجله. فهاد المسائل ايضا كلها واخا ماشي هي طازجه، ولكن على الاقل كتمنحنا حتى هي واحد النسبه لا باس بها. الا ما كانش غير من الفيتامينات راه هي كتعطينا الياف غذائيه، كتعطينا معادن وبزاف ديال المسائل الاخرى. علاش كنركز على الاغذيه انها تكون طازجه؟ لان الاغذيه الطازجه كتحافظ، يعني الا كنا مثلا اون سالاد وقطعنا هذيك الساعه وكلينا هذيك الساعات، فهي كتحافظ على مضادات الاكسده اللي تيكونوا فيها، كتحافظ على الانزيمات اللي تيكونوا فيها ديال اللي ايضا كتساعد على الهضم، فيها كذلك ما يعني بالفيتامينات والمعادن، كيكون الكميه اللي موجوده فيها كتكون احسن واكثر. نعم. اذا غادي نمشيو مباشره نستقبل مكالماتكم الهاتفيه، وغادي نفتحوا باول مكالمه. امل من توريس. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو عزيزه. نعم. مرحبا لاله عزيزه من قلعه سراغنا ياك؟ قلعه مقونه. مرحبا. يعني أنا عندي واحد تسأل الأخصائية اللي عندي. أيه أنا من بعد الولادات صحية الوزن ديالي بزاف، وبغيت تنصحني بشي حاجة يعني باش نرجع الوزن ديالي. شحال كان الوزن ديالك قبل الولادة؟ قبل الولادة كانت 65-66. وقبل الحمل؟ قبل الحمل كانت عندي 65-66، وكانت فاش حملت كانت عندي 70-70 بحال هكاك. ومن بعد ما ولدت حيتاش فاش ولدت مات ليا البنية ديالي الله يرحمها. الله يرحمها. وما كنتش كناكل بزاف يعني تعرضت للضغوطات ونقص ليا الوزن ديالي بزاف. دابا شحال وصلت؟ وليت عاوتاني في 60-59. وشحال الطول ديالك؟ مترو 66. النقص ديال الوزن عندك ماشي كثير بزاف، ولكن انت كترتاحي في ديك 65-66 كتلقاي راسك مزيانه ياك. غير ما يكونش عندك فقر الدم. اول حاجه الا كان عندك فقر الدم لازم انك تعالجيه، لان اذا ما عالجتيش كيصعب علينا ان كيصعب عليك انك تزيدي في الوزن. يعني تحاولي النفسيه ديالك الحمد لله يعني تقبلي هذه المساله اللي طرات، لان حتى هي عندها الاثار السلبيه ديالها واللي انعكست على التغذيه ديالك. تحاولي دائما الناس اللي عندهم مشكل في كيبغيو يزيدوا في الوزن كنقولوا لهم انهم يحافظوا على الاوقات ديال الماكله، يعني الفطور والغداء والعشاء يكون في واحد الوقت اللي هو محدد. مثلا نفطر مع 9، نتغدى مع 1، نتعشى مع 8. كلشي كينظم يعني. نعم. هذا التنظيم ديال الوجبات ديال الاكل كيخلي ان الانسان يولي يجيه جوع وتفتح ليه الشهيه في هذاك الوقت اللي هو تعود انه ياكل فيه، فعكس ان الناس اللي كتبقى يعني ما عندها الشهيه وتقدر ما تفطرش وتوصل لغدا ما تاكل والو ولا تاكل شي حاجه قليله، هنا كيولي الجسم بحال كيفرز دي مواد اللي كتسد الشهيه. كذلك خلال الوجبات ديالك، دابا ملي غادي تفطري ما غاديش تفطري مثلا بشي حاجه اللي هي خفيفه، ولا تاخدي غير كاس ديال اتاي وشويه ديال الخبز وشويه الزيت. غادي تحاولي تفطري بواحد الفطور اللي هو غني، اللي فيه الفخوماج، اللي فيه الفخوماج يعني الدوغ اللي هو احمر. تحاولي تاخدي زيت الزيتون، تاخدي مثلا املو حتى هو، تاخدي عصير الفاكهه ولا الفاكهه متكامله. نعم. نعم كامله متكامله ومتنوعه مره على مره، وكل يعني مره تحاول توجد هذاك الشيء اللي هو كيعجبها وداك الشيء اللي كتبغيه. بالنسبه للسلطات في الغداء تحاولي تخليهم هما الاخرين، ولا تاكليه واحد المده واحد ساعه قبل الاكل. كذلك تزيدي الوجبه ديال الكوتي مع الربعه، وعاد العشاء ايضا هو خاصو يكون العشاء اللي هو غني، ودائما تزيدي زيت الزيتون، طيبي بزيت الزيتون وتزيدي كميات اللي هي مهمه حتى توصلي الوزن ديالك. ملي توصلي الوزن اللي بغيتي تحاولي تبداي تمارسي الرياضه باش تثبتي هذاك الوزن ان شاء الله. تحياتنا العزيزه قلعت مقونه الله يخليك.
بغيت نطلب منك النيميرو التليفون ديال الدكتور قريبا الا سمحتي. واخا سمحتي نرجعوك للستوندار والله يعوضك خير ان شاء الله بالدريه الصالحه عما قريب. تحياتنا لك عزيزه. نرجعوك للستوندار وغادي ناخذ حسنة من دار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. بغيت نتواصل مع الدكتوره. الله يخليك دكتوره. عندي ري عنده 11 عام. الطول ديالو 1.42 والوزن ديالو 30 كيلو. المشكله ديالو في التغذيه انه ما كياكلش لي كل شيء. هو ما كياكلش سقاطك بالكل. والماكله ديالو محدوده على عدد اصابع. ما كياكلش اللحم والدجاج ما كيبغيش. الحوت ياكل هذاك الابيض صول بوحدو. وياكل ليا البطاطا مسلوقه والبالبا مسلوقه. ابارسا ما كياكل والو في الدسير. لي فوي كياكل غير البنان. والعدس هذه هي ماكلته. لي باط بالكفته بارفوا ندخلو مع هذيك بلا ما يشوفها. هذه خيزو مشكوك والكرعه مشكوكه بلا ما كيشوفها ليا. دابا المشكله هذا هو سبورتيف كيدير الرياضه كيزاول الرياضه بزاف. ما عندوش فقر الدم. درت له لافيريتين نورمال الحمد لله. نورمال الحمد لله. هو بصفه عامه هذا الاكل اللي تياكلو يعني تيكون كافي، ولكن ما فيها ما فيها بس انه الى نوع يعني من ناحيه ديال الكميه ومن ناحيه ايضا التنوع يعني نوع من كافي، لان كياخذ نوع ديال مثلا القطيط كياخذ منها العدس، الفواكه كياخذ البنان، ولكن الافضل والاحسن انه يوسع هو انه يوسع الدائره ديال الاكل ديالو. ما عرفتش مازال معنا؟ عملنا؟ نعم. فما عرفتش اذا كان انت حاولتي تعطيه مرارا وتكرارا انه ياخذ خضار اخرين باشكال مختلفه يعني كل مره كتنوعي ليه. نعم. حاولتي تعطيه هاد الاغذيه الاخرى اللي ما تياكلهاش؟ لا ما كيستحملهاش ما كدوش له. باش هذا نعطيها له كاع بالبكا كيمشي الله يستر كيلوح عليا في هذا. لا حسنا ربما مثلا ما يبغيش مثلا الماكله بحال ديال الكبار هكا مرقه ولا طاجين وربما يبغيها بشكل اخر. ما كياكلوش. ولكن الا نوعتها لي بشكل اخر مثلا شكل هومبورغر ولا مثلا هبره ديال الحوت. لا انا ماكله الزنقه كاع ما كياكلها كاع هذاك الهومبورغر ولا لا يعني مصيف في الدار ما كيبغيش هوايه. وما عيشتو غير بالفروماج والخبز الصباح. ما يبغيش الحليب ما يبغيش اتاي ما يبغيش القهوه. واخا وحاولتوا مثلا شي مره تخرجوا تغداو على برا في شي بلاصه وتبروبوزي عليه مثلا هذا الشيء اللي ما تيبغيش؟ جا ديجا بروبوزي. كنشوف له الدراري كنقول له شوف ها انت قرانك كاش كياكل والو. كيقول لك انا هاكا. وخوتو ما عندوش اخ وحده هو. ولكن داك الشيء ما كاينش منافسه. ما كاينش منافسه وما تبقيش ما تبقيش تانسيستي عليه واخا. غادي تبقاي ديري واحد المساله. وهاد 30 كيلو وتشوفي دابا 11 ما عند تقولي ما عندوش لاج ديال 11. ما عندوش فقر الدم. الطول الحمد لله ما كيتزاد في الطول مزيان. الطول 1.42 يعني الطول في الاول يعني من الصغر ديالو كان كيتزاد مزيان. ما تيقولوش لك راه الحمد لله. لا الشيف منين كان بيبي درت له كل التغذيه ديالو وقلت نولفها له. الفا كبر بدا كيعرف صافي ما بقاش ياكل. هذه ما يمكنش. صافي عرفتي شنو غادي ديري ليه؟ غادي تبقاي مثلا تحطي ليه داكشي اللي كيبغي وحداه داكشي اللي هو ما تيبغيش صايب بطريقه احسن والد فهمتيني. وتحطيهم ليه وما تقولي ليه لا كل من هذه لا ما تاكلش من هذه فهمتي. مثلا درتي ليه العدس مع الحوت البيض يمكن هادشي اللي تيبغي. زيدي حطي ليه معاه واحد المقبلات ديال شي خضره ما تيبغي ما تيبغيش ياكلها وحطيها وخليها. وما تهضري معاه ما بقاش تجبدي له تقولي له كل هذه ولا ما تاكلش هذه تفهمنا. غادي تحطي هذاك الشيء اللي كتبغيه انت ياكلو والخضره الاخرى تحطيهم له كل نهار نوع وداك الشيء وتحطي ومعاه الخضره داك الشيء اللي كيبغي. ولكن ما تقوليش له كل ولا ما تاكلش ولا حتى وسكتي ويدبر راسه تفهمنا. وما تمليش يعني مرارا وتكرارا. واحد النهار غادي يمد يدو لهذاك الشيء الاخر خصوصا الا شافوه ما بقاوش حاطين عليه. دابا هو اللي واقع انهم دابا دايرين ليه بحال شي سكوب لي فار كاملين عليه. قول واش كليتي هذه هو بحال عجبته هاد اللعبه هذه تفهمنا. وخصوصا انه قبل مني كان صغير ولفات له انه ياكل من كل شيء. دابا مع 11 عام يعني كتبدا تيبغي يفرض رايو شخصيته يعني كيبغي حتى هو يكون حوايج كيبغيهم.
هذه ما كيبغيهاش، يعني كل واحد كيبغي. نعم، ومن يجيو ياكلوا مجموعين هذاك الشيء هو اللي ما كيبغيش، تبدا مثلا حطات اللحم حطات هذا، تبدا تدوق وتقول البا هو جابنين هذا اللحم اليوم عرفتي طب غزال، ما تهدرش هي معاه ذوقه ولا ما تهدرش معاه، تاكلوا تعطيه الا كانوا شي وليدات من العائله ولا هذا الذوق ليهم قدموا، وما تقولوش كل هو مع الوقت غادي يبدا ياكل، يعني تستغل حتى الوقت مثلا من يجيو يعني العائله ديالو ولا خواتاته مثلا عندهم وليدات، يعني يحطوا الماكله ونكونوا مجموعين ونشوف هذيك التنافسيه. نعم، وما بقاش تقول له فعلا. ناخذ مكالمه اخرى معنا ابتسام من مراكش. الو. صباح النور سناء. اهلا ابتسام لاباس؟ كي دايره؟ الحمد لله الله يبارك فيك. حلاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا. صباح النور اسماء. صباح الخير. كي دايره لاله؟ الله يبارك فيك لاله. شكرا بزاف على الحاجة اللي كديري معنا، كنستافدوا منك بزاف بزاف. مرحبا لاله. مرحبا. عارفك انا ديجا كنت قلت لك بانني كنت دايره واحد النظام غذائي. اها. قلت لي راه مزيان. اها. ومعاه كنت كنجري ساعة في النهار. ايه. خمس ايام. و 3 فوا كنمشي لاصال. ساعة كنجريها في الهواء الطلق و 3 ايام كنمشي لاصال. مزيان. ودابا مزيان وصلت واحد البوا اللي انا مرتاحة فيه. مزيان. شحال كان فيك؟ شحال مليتي؟ في 73 كيلو مرتاحة فيها. مزيان. وشحال كان فيك قبل؟ كان في 84. ممتاز. ومنين نقصتي هذا الوزن؟ ما كاينش ترهلات ما كاينش؟ لا لا الحمد لله. ممتاز. قصيت البطن مع السيزاريان وداك الشيء ولكن ماشي اشكال. اها. دابا كنتحاربوا مع لي زابطوا شي شويه في لاصالو. غير دابا في الجرا وليت كنسخف بزاف. حنت دابا خمس ايام، دابا خمس ايام كتجري ساعه د المكان ياك؟ كنجري ساعه تقريبا ولكن انا مرتاحه وكيعجبني الحال. واخا. ووصلتي دابا الوزن اللي بغيتي؟ ما تبقيش تشري؟ مرتاحه انا في 73 مرتاحه. صافي مزيان. دونك ما غاتبقيش. ولكن انا وقفت ديك الكيمياء اللي كنت دايره، دابا وليت كناكل عادي. عادي يعني دخلتي السكر؟ ولكن كنراعي الدهنيات. السكر منقصه تقريبا الصباح كناخذ قهوه بلا سكر. كاين السكر في العصائر ديالي. كتاكلي خبز كامل ما كتكثريش منه؟ كتاخذي لي سلطه؟ كندير مخصه في الغداء ومخصه في الفطور والعشاء، ما كناخذش الخبز بزاف كاع. هو كناخذ بزاف هذا خز مع الليمون. وكناخذ تاع الباربه ما كنطيبها ما والو، خضراء كنديرها حتى هي مع الليمون. كل مره كناخذ حاجه وكندير فيها الخيار بزاف. غير باش نقول لك شنو هما كيزوزني حيت كناخذو بلاصه السلطه. هاد الباربا والعصير الخيار وخزو. لا مزيان مزيان. الا كلهم خضرين حتى حاجه ما كان. ممتازه رائع بالعكس، يعني الا كتاخذي حتى الباربا مطحونه خضراء فممتازه، لا هي لا الخيار لا خزو ممتاز، تقدر تعودك على انك تاخذي اون سالاد. وبالنسبه للمشكل اللي قلتي انك كتسخفي، واش هاد الشيء عاد بداك؟ لا مؤخرا وليت كنسخف بزاف ملي كنت نجري. وقبل كنتي مزيان، يعني المفروض انه مع الوقت تولي يعني اللياقه ديالك كتزيد، انك ما تبقايش تسخفي بحال اللي كنتي. ولكن هاد القضيه ديال السخفه واش كتبداي تنهجي ولا شنو؟ لا ملي كنقرب نكمل ساعه صافي كنحس براسي صافي. وبداي ديري غير واحد 40 مينوت اون اون اور بوان كار داكور. اها. عافاك اختي الله يخليك، الا كان ممكن زعما شي فيتامينات ولا شي حاجه طبيعيه اللي يقدروا يعاونوني. نعم اسيقا تقدري تبداي تاخدي لا لوفور دو بيير. واخا ولكن البيره نخميرات البيره ولكن تاخديها خارج الوجبات. واخا وي. وتاخدي ايضا البولين. داكوغ. تاخدي هاد جوج مسائل تاخدي غير معلقه صغيره الصباح ديال البولين. خميره كبيره وحبوب اللقاح. نعم حبوب اللقاح. وتاخدي واحد ثلاثه ديال التمرات، الا ما خديتيش البولين خدي ثلاثه تمرات الصباح على الريق. واخا. عافاك. وبالنسبه لهاد ثلاثه خمس ايام كنجري وتخوف على الصال ماشي بزاف؟ هو في الحقيقه بزاف، ولكن كيبقى انتيا على اللياقه البدنيه ديالك. كاين اللي اللياقه البدنيه ديالو كتكون عاليه ما عندوش مشكل، يعني كيتحملها. بالنسبه لذاك الشيء علاش انا قلت لك ديري غير واحد 40 مينوت حتى الى كثرتي واحد ساعه لارب في كل مره. واخا. وحاولي حتى في لاصال ما تفوتيش واحد نص ساعة حتى لساعة الأربع ما تفوتيهمش. واخا. تحياتنا لك ابتسام مراكش، مشكور على تساؤلك. غادي نتوقفوا مع دنا، غادي نواصلوا باقي المكالمات دائما فيما كيتعلق بالتغذية وتجاوب عليها. مشكورة أسماء أزري والأخصائية الحمية والتغذية. غادي ناخذوا معنا نجاة من وجدة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير أخت سناء. الله يبارك فيك لاله. مرحبا. شرف أني تكلمت معك اليوم. شرف لي بارك الله فيك. شرف متبادل لاله. أختك. صباح الخير دكتورة. مرحبا لاله.
الله يخليك. عندي واحد السؤال. انا عندي 90 كيلو 90 كيلو وعندي 175 عندك 90 كيلو وشحال في الطول؟ 175 مترو 75 نعم اييه. وكانت مشى مشى ندير مسافه طويله كانت مشى 3 فوا بار سيمان. ولكن عندي المشكل انني عندي الكرش عندي خارجه بزاف نسخه يعني من السره لتحت الثدي خارجه ما عرفتش واش فايته والده لاله؟ والده جوج واه تبارك الله واخا. اصلا دابا 90 كيلو مع متر و 75 خاصك تنقصي الوزن يعني على الاقل على الاقل واحد 80 كيلو واخا ترجعيني ل 80 ترجع ل 80 كيلو. ملي ترجع ل 80 كيلو الا بقى المشكل ديال الكرش ديك الساعه نشوفوا يكون حلول اخرى. ساعه كيكونوا ترهلات خاصه نعم مثلا خاص الرياضه خاصه ولا الرياضه وهي كما قالت لك منفخه بحال الا حامله فهي خاصها تنقص بواحد الطريقه تدريجيه باش الكرش ما ترهلش وما طيحش عاوتاني. وغالبا المشكل ديال الكرش بعد الولاده اما تيكون اصلا المراه عندها الكرش يعني كتكون الوزن ديالها زايد اولا بعد الولاده ما كتحزمش كرشها فهذيك القضيه ديال الحزيم يعني بالتجربه ومهمه بزاف 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 واخا كتكون مؤلمه وصعبه شويه. وكيف ما قلتي وكاين احيانا كيكون مثلا هاد ترهلات ديال البطن يعني من بعد الولاده وكاين احيانا كيكون داك الانتفاخ كيكون ربما مشكل في الجهاز الهضمي طبعاً. من الافضل انه الواحد يمشي يشوف مثلا استشاره واش كاين انتفاخ يعني ديال المعده ولا ديال الجهاز الهضمي حتى هو كيعطي انتفاخات يعني قد ما نقصنا من حوايج عضويه قد ما كنشوفوا لانه احيانا نقول كان راني ندير شد البطن يعني كندير حركه رياضي ولكن البطن ديالي ما رجعش للحركات ديال شد البطن هذوك الحركات اللي تيكونوا كيديروا في الارض وكيبقاو يطلعوا ويهبطوا هذيك راه كتزيد كتبعد من لي دو ميسكل يعني واحد جوج ديال العضلات اللي كيجمعوا الكرش هذيك الحركه كتزيد كتتوسعهم يعني ما خصهاش يديروها بطريقه عشوائيه نعم ما خصهاش كاينين على الاقل تبدا مثلا وهي جالسه بواحد البوزيسيون اللي مزيانه تبقى تدخل في كرشها بواحد واحد يعني يعني تطلق وترخف وتتقطع النفس وتطلق وترخف فهذه الحركه كتكون احسن من انها دير هذوك لي زابدو اللي هما صعب شويه. ربما هذه الرياضه ممكن ديرها اي سيده وخا تكون كتكون خضراء ولا كطيب ولا اي حاجه ولا مثلا كتقرا شي حاجه ديالها لان بعض المرات راه الناس كيمارسوا الرياضه وتينقصوا في الوزن كتبقى هذيك الكرش هذوك لي دو باغوا دوك ذاك الجدار ديال البطن تيكون شي شويه محلول اما كتكون خليقه أو كيكون ايضا بعد الولاده لهذا كينصحوا دائما بانهم يزيروا واحد كل حاله كتشاف على حده. ملكه من طنجه. الو الو السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله ملكه. كي دايرين بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا بالناس ديال طنجه. تشكر بزاف الدكتوره على هذه النصائح كنستافدوا بزاف من البرامج ديالكم. الله يبارك فيك. مرحبا لاله. الله يخليك. انا يا ديابيتيك وبغيت نسول الدكتوره واش ممكن بغيت نقص الوزن نستعمل خل التفاح اولا زرعت الكتان واش ما كاينش زعما شي مشكل. دابا الوزن شحال فك في الوزن؟ انا في 82 عندي 82 والطول ديالي متر و 69. واخا خصك تنقصي في الوزن. عندك شحال في عمرك؟ عندي 40 عام. عندك السكر من النوع الثاني؟ تناخذ لي كومبريمي الصباح ولا انسولين بالليل. داكوغ دونك عندك النوع الثاني وجاك شويه بكري لاله 40 عام دونك خاصك تنقصي الوزن ولكن ما زريت لك الثاني مزيانه ممتازه ولكن ما غتنقص لك الوزن الا الا كانت في اطار ديال واحد الحميه. وشحال كيكون عندك الخزان شحال كيكون عندك الخزان السكر؟ على حسب بعض المرات 8 فاصلة بعض المرات كاين بعض المرات يوصل حتى 9. ايوا 8 و 9 لاله ما غتنقصيش بها الوزن ولا نقصتي بها الوزن غادي يكون غير لان السكر طالع كيولي الجسم تيحرق ديك الشحمه وهذاك نقصان الوزن ما تيكونش مزيان. اول حاجه لازم انك ديريها الا تبعتي الحميه ديال اصحاب السكري الا تبعتيها بواحد الطريقه اللي هي مزيانه غتنقصي الوزن تلقائيا. خل التفاح مزيان زرعت الكتان مزيانه ولكن الحميه بالنسبه لك ديال مرضى السكري هي اللي عندها الاولويه الان واللي هي الا تبعتيها غادي يمكنك من انك تنقصي الوزن.
واخا لا لا. اذا حاولي تبعي الحميه ديال مرضى السكري، و8 راه كيما متبعتي شي حاجه، و9 راه ما متبعتي شي حاجه، يعني 8 و9 راه طالع عندك بزاف. لازم انك تعيدي النظر في النظام الغذائي ديالك. هي كتمشي عليه. نعم، لان هنايا غتلقايها كتكثر في الخبز، غادي تلقايها ايضا ما عندهاش اوقات منظمه ديال الماكله. للاسف قطع الخط ملكه، كنا بغيناها يعني. نعم، فهي تحاول يعني تتبع نظام غذائي اللي خاص بمرضى السكري. راه الوزن كيرجع، ولازم الخزان ما يفوتش ستة. ستة الا كثر مثلا، الا شي مره كلات ولا هذا يوصل لسبعه ما يفوتهاش، يعني بين ستة وسبعة هذا هو الحد. كنشوف يعني الاشخاص اللي هما دايرين واحد نظام غذائي خاص، يعني الناس اللي هما مرض بمرض السكري الله يعافي الجميع، كنلقاهم على انهم عايشين حياه عاديه ما فيهاش مشاكل، في حين ان الواحد اللي كيدير عنده اضطراب هكا في التغذيه وهو مريض بمرض السكري، يعني كيعطيه مضاعفات، وحنا عرفنا المضاعفات انه كيعطي يعني الضعف البصر، كيعطي المشكل ديال الامراض الكلي. يعني كتشوف ان الانسان تيكون بصحته واخا هو فيه مرض السكري، ولكن كيكون صحيح ما عنده حتى شي حاجه، كيبقى يتصرف على اساس انه ما عندوش حتى شي مرض، ياكل من كل شيء، يمشي للعرادة، ياكل اي حاجه، كيعرف القياس يعني والحميه والحوايج اللي غيجيو معاه، فكيوصل ملي ما كيحترمش وما كيوعاش وما كيحترمش هذه الحميه الغذائيه ديالو، كيولي يوصل للمضاعفات ديال السكري، يعني بواحد الطريقه اللي هي يعني بيتمون. يعني حرام ان الانسان عنده باش انه يحمي راسه من المضاعفات اللي هي خطيره، يعني اقل حاجه هي انه ما يبقاش يشوف انه الفشل الكلوي اللي كيطلب ثلاثه ديال الجلسات في الاسبوع، واللي كيطلب نظام حميه اللي هي صعيب وصعيب بزاف. يعني علاش غادي نخلي الانسان يوصل لهذ المضاعفات هذه، في حين ان النظام الغذائي ديال المرضى السكري هو نظام غذائي صحي يمكن اي واحد يتابعه، ونظام اللي ما فيش يعني الجوع بزاف، ماشي داك النظام الحميه اللي هو ممنوع عليك بزاف ديال الحوايج، فهي حميه غذائيه اللي هي متوازنه، والناس اللي كيتبعوها كما كيعاونيش. ربما حتى الاشخاص اللي هما سالمين خاصنا نمشيو يعني في هذا النظام الغذائي اللي كياخذوه مرضى السكري، انه كيكون متنوع وشامل ومتكامل. ناخذوا مكالمه، اخر مكالمه معنا امينه من تارودانت. الو، صباح الخير. صباح النور امينه. صباح الخير دكتوره اسماء. مرحبا لله. بارك الله فيك. انا ديجا تواصلت معك من قبل وتبعت النظام الغذائي اللي نصحتني به. كانت عندي 86 كيلو ونقص في ظرف شهرين، نقصت 4 كيلو ولات عندي 82 كيلو. مزيان. ولكن دابا من تقريبا شهرين هذه ما نقصت حتى شي حاجه. عادي تثبيت الوزن كيكون شويه صعيب. نفس النظام الغذائي، غير الرياضه كندير لا مارش تقريبا دو فوا باغ سيمين، ساعات الميكانه في النهار. مزيان. دو فوا باغ سيمين صافي. وصافي بقى لي ستابل في 82 كيلو، ما بغاش. شحال الطول ديالك؟ مترو 68. مترو 68، انت مازال باغا تنقصي؟ باقي نقص، لان باقي عندي البطن، باقي بزاف، باقي. واخا، فبالنسبه في الاول تنقصوا يعني المعدل اللي نقصتي به مزيان 4 كيلو في شهرين. غير من بعد يعني واحد البدايه ديال الحميه كيبدا الجسم ما كيبقاش ينقص الوزن، واخا كنتبعوا الحميه واخا كنقصوا لي كالوري، كيبقى الجسم من الواحد فين كيفقد شويه ديال ديك الاراده، ما كيرجع ياكل ما خصش الانسان يديموتيفا، خصو يبقى. غير هو كيكون فقدان الوزن، ولكن كياكل بواحد الوتيره اللي هي ابطا، يعني ما نبقاوش معولين على الطريقه اللي فقدنا بها الوزن في الاول. فبالنسبه لك حاولي تزيدي واحد الساعه اخرى في السيمانه، يعني ثلاثه الاسبوع ديال المشي في النهار، في الاسبوع عفوا. وكذلك حنا كيكون عندنا واحد الميزان تنعرفوا به لاناليز كوربوريل او التحليل ديال الجسم، تنعرفوا شحال العظم شحال ديال العضلات الماس. بعد المرات الا كان الجسم ديال لو باسيون اللي قدامنا يعني العضلات عنده مزيانه والعظم مزيان، يعني كميه الدهون كتكون قليله، واخا هو الوزن ديالو زايد، هنا ما تيمكنليناش نبقاو نقصوا ليه في الوزن لانها عباره عن عضلات. فهاد الميزان هذا هو اللي غيمكن لك باش تعرفي واش انت محتاجه تزيدي اكثر ولا لا. شكرا لك بزاف اسماء ازرو الاخصائيه الحميه والتغذيه على كل هاد النصائح اللي قدمتي لنا اليوم. لكم تحيه كل وفاء فائز في الاخراج البرمجه الموسيقيه سميحه عشوبي، استقبال مكالمتكم الهاتفيه. نلتقيو غدا ان شاء الله في نفس التوقيت مع 10 ل 12 برنامج اللامولاتي على